الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. بسم الله نبدأ هنا الآن في عيد الفطر في عام 2023 1444 هجريا. نهنئكم ونهنئ جميع أفراد أسرتنا والعائلة الكريمة ومتابعينا بمناسبة حول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله علينا وعليكم أن يكون عيد خير وسعادة وفرح علينا وعليكم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم رمضان صيامه قيامه، اللهم يا رب أمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الله، يعني أن يكون عيد سعادة وفرحة علينا وعليكم وعلى أهلينا وعلى أهليكم وعلى ذريتنا وعلى ذريتكم. وفي العيد الكل يفرح الكل يسعد، وصراحة احنا نفرح جدا ونسعد بأنكم تتواصلوا معنا دائما في رسائلكم لنا من جميع البلدان، من مشارق الأرض ومغربها، من اليمن جنوبا لروسيا شمالا، دول الخليج ودول مجلس التعاون، وكذلك دول الشرق الأوسط والمغرب وليبيا وأوروبا وأمريكا، حتى في كينيا وكل الأماكن. يعني صراحة نسعد بكم. عائل الفارج هنا يحييكم وينقل لكم يعني نزف لكم الفرحة والتهنئة لكم. تأتينا رسائل كثيرة الحمد لله، مئات بالآلاف بالعشرات الآلاف من الرسائل من أطراف الأرض مشارقها ومغاربها، من الصين والهند شرقا وغربا، البرازيل وكندا، وشمالا وجنوبا، جنوبا من اليمن، وشمالا ايضا عندنا من جميع البلاد. نفرح دائما بهذه الرسائل في العيد، وانا وفريق عملي دائما سنتواصل معكم ونرد على رسائلكم شخصا شخصا. كل رساله ترسلوها لنا نسعد بها دائما وتدخل علينا السعاده والفرحه، واسال لنا ولكم في هذا العيد ان يكون عيد الفطر سعيد علينا وعليكم، ان يمتعنا واياكم بالسعادة والفرحة مع أهليكم وأهلينا، وأسأل الله أنا ولكم الذرية الطيبة الصالحة المباركة، وأسأل الله أن يجمعنا في الخير دائما، وأسأل الله أن ندعو دعوة خاصة لمن سبقونا إلى دار الحق، وأن يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويمد لهم مد أبصارهم إلى الجنة. كم اشتقنا إليكم، ولكن الآن ندعو لكم قريبا سنتقابل، وهنا في هذه الأيام نقول لكم أنا وفريق عملي نحن نعمل ليلا نهارا في جميع أيام الأسبوع حتى في العيد، لأجل أن نرد على استفساراتكم وتهنئتكم ونرد عليكم فردا فردا شخصا شخصا. أسعد بذلك أنا شخصيا، ونقول لكم استمروا. ونحن زاد عدد مشاهدين الآن على قناتنا على اليوتيوب أكثر من 2.5 مليون، وهذا من فضل ربي علينا وفضل يعني ثم فضلكم أنتم واهتمامكم ومتابعتكم لنا. دائما نحن معكم دائما إن شاء الله على النهج متواصلين، دائما إن شاء الله متقدمين بدعمكم لنا. ارسل لنا أي طلبك العقاري في البوسنة أو في تركيا، وقريبا سنتقابل إن شاء الله في السعودية. وهنا ونقول لكم كل الناس في العيد تنتظر العيدية، العيدية التي يقدمها الآباء لنا والأحبة لمن يحب. نحن نقدم لكم هنا عادية العيد لكم أنتم يا متابعين، لكم أنتم يا مشاهدين. كل الناس عاديتنا اليوم لكم ستكون هو مخطط بدر السكني في قلب العاصمة البوسنية سراييفو. مخطط بدر السكني يبعد عنك وعن أقرب مسجد فقط 30 ثانية، يبعد عنك وعن أقرب منتجع سياحي وخدمي لا يزيد عن دقيقة واحدة فقط. مخطط بدر السكني، هل يمكنك الآن أن تشتري وتبني اليوم أو غدا؟ نعم، مع مخطط بدر السكني كل الخدمات التي تتوقعها والتي لا تتوقعها ستجدها في مخطط بدر السكني، فقط هم 9 قطع. يا رب أسأل أن يكون لك نصيب في واحدة منها، أنت كمستثمر لك الرغبة أن تشتريها كاملة، أو أنت كمستثمر تشتري قطعة قطعة، سنقدم لك هذا المخطط كاملة وتفصيليا إن شاء الله. انتظرونا غدا. تحياتي لكم، أنا عائل فارجي هنا، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير في عيد فطر سعيد عام 1444. السلام عليكم وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
الله الله أكبر.